التصعيد العسكري في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، واللي صاحبه من جرائم حرب امتداد لسلسلة اعتداءات وحشية وسياسة ممنهجة بتستهدف تهجير أهالينا في غزة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية. يمكن عشان كده الدولة المصرية فضحت المؤامرة دي وأعلنت موقفها الثابت والنهائي برفض المخططات الإسرائيلية والوقوف قدامها تماما. خلينا نتابع التقرير. عملية الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال وما صاحبها من جرائم حرب هي امتداد لسلسلة اعتداءات وحشية وسياسة ممنهجة تستهدف تهجير أهل غزة. تلك المؤامرة التي فضحتها الدولة المصرية ووقفت حائط صد أمام مؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. وتنظر الدولة المصرية للقضية باعتبارها إحدى دوائر أمنها القومي المباشر، وكثفت مشاوراتها مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتوصل لتهدئة إنسانية لحقن دماء المدنيين في وقت ارتفع فيه أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 7000 شهيد. كما قامت الإدارة المصرية بجهد متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي، وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود عام 67 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. طبعا الحديث عن محاولات التهجير هو حديث قديم، ما هوش حديث جديد، لكنه بيتجدد كل فترة، وأعتقد أن قوات الاحتلال لقت ذريعة مهمة جدا دلوقتي ومناسبة جدا لأن هي تتكلم ولو بشكل مش واضح عن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بضغطهم من الشمال إلى الجنوب، فمع استمرار القصف في الجنوب مفيش مفر غير أن هم يجوا في سيناء. هذا الأمر مرفوض رفضا باتا وقاطعا من قبل مصر كدولة ومن قبل الشعب المصري، لأن دي أرض مصرية. وعلى الجانب الآخر فهو مرفوض تماما من أشقائنا في قطاع غزة، لأن ده فيه تصفية للقضية والناس متمسكين بأرضهم حتى تحقيق السلام، وده المعهود والمعروف عن الشعب الفلسطيني وأهالينا في غزة، رمز الصمود والعزة، والنصر إن شاء الله يتحقق بإذن الله.